مشاهدينا الكرام، من هالمكان رح نحكي حكايتنا. احنا الان واقفين قدام باب البيت اللي جواته في حكاية بتحتوي كل الحكايات. خلف هالباب في ابواب كتيرة، ابواب لحكايات ولأكثر من بيت. بطلة حكايتنا لليوم اللي رح نسمع تفاصيل حكايتها يعني فريدة من نوعها، وما سبق ابدا انه قابلنا شخص بهالمعنويات العالية، بهالإيمانيات، بهالروحانيات اللي تواجه اكثر من ابتلاء، وكلنا معرضين لابتلاءات في حياتنا، لكن مين فينا بيصبر وبيثبت؟ مين فينا عنده رصيد إيماني وروحاني اللي يقدر يواجه فيه كل هالابتلاءات وهالمصائب؟ الله يبعد عنا وعنكم المصائب مشاهدينا الكرام. مش رح احكي التفاصيل لانكم رح تسمعوها من بطلة حكايتنا ام اسيد. تفضلوا معنا، عم تستنانا لتحكي لكم حكايتها. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. سعيد. إذا مشاهدينا الكرام، إحنا الآن صرنا في ضيافة الست أم أسيد اللي رح تحكي لنا. ما رح نحكي حكاية واحدة، رح نحكي مجموعة حكايات مرت فيها الست أم أسيد، واللي ما شاء الله عليها منوريتنا لليوم. إحنا ضيوف عليها في بيتها صحيح، لكن بحكايتها وبتفاصيل حكايتها، بصبرها وإيمانها، قدرتها على تجاوز هالمصاعب اللي مرت فيها، هي فعلا ضيفة تستحق كل الاحترام والتقدير والتكريم. فاسمحوا لنا مشاهدينا إن نبدأ حوارنا ونرحب بالست أم أسيد. أهلا وسهلا فيك يا حسام. أهلا وسهلا فيكم في بيتكم الثاني إن شاء الله. الله يسعدك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. يعني أم أسيد، إحنا فور ما سمعنا بحكايتك وقديه عن جد فيها تفاصيل تستحق إنه المشاهدين يسمعوها ويتابعوها ويتعلموا منها أشياء كتير، لأنك أم أسيد عن جد بصبرك وبإيمانك وثباتك وإرادتك القوية الحمد لله فعلاً استحقيت تكوني بطلة حكايتنا. الله يرضى عنك يا رب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أم أسيد. أنت من وين بتحبي تبدأي؟ تفضلي. يعني نبدأ من قصة، من حكاية المرض، نبدأ من حكاية التفاصيل اللي أحاطت بالمرض، كيف كانت ظروفك وقتها؟ هي في البداية كانت زي ما أنت قلتي، يعني أكثر من فصل، يعني نعتبرها مسرحية أكثر من فصل. في البداية كانت كان مشاكل أسرية شوي داخل البيت. هلأ بغض النظر إذا كان لها سبب في الوصول لهذا المرض أو لا، لكن كانت مشكلة موجودة، يعني كانت تلقي بظلالها دائما داخل البيت وعلى الأسرة. إذا بدنا نحكي عن، بدي ألفت إنه لشغلة، إنه قضية التوعية بهذا المرض. إحنا بنحكي عن موضوع السرطان، يعني مش مرض سهل الواحد يستهين فيه، لكن بحكي يمكن لو كان في توعية أكثر كان ممكن صحيح. الإنسان إنه يعني يتجنب شغلات تانية كتير. صحيح. أم أسيد، قبل ما يعني نبدأ بقضية مرض السرطان، نعيذك ونعيذ السادة المشاهدين إن شاء الله يا رب من هذا المرض، وإن شاء الله يا رب يديم عليك الصحة والعافية. يعني بدنا نعرف إنها أم أسيد هي أم لثلاثة أبناء. أيوة، أم لثلاثة أبناء. الكبير الآن تخرج الحمد لله من الجامعة وبيشتغل ما شاء الله. الثاني توجيهي، هلا بعد من امتحان إن شاء الله. ما شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله تعالى. نجحه. والثالث عمر بالصف الخامس. طبعا أم أسيد ما شاء الله عليك، اللهم صل على سيدنا محمد. مش مبين عليك عن جد. ما شاء الله عليك. وهلأ لما السادة المشاهدين يعرفوا أنه أنت عن جد مريتي بظروف يمكن تجعل الحليم حيران، ويمكن بتخلي الصغير شيب، ومع ذلك ما شاء الله محتفظة بشكل الشباب وروح الشباب، ما شاء الله عليك. طيب أم أسيد، كنت متزوجة وعندك ثلاث أبناء، وما شاء الله الكبير تخرج من الجامعة والثاني السنة توجيهي وخامس. أنت الآن مش في بيت الزوجية، أنت الآن منفصلة. الآن صار الطلاق يعني بعد فترة الكيماوي، فترة من الوقت يعني. طبعا رجعت هون لبيت والدتي هون بسرعة رحمة الله عليها. ما كنت لسه مخلصة علاجي، يعني خلصت الكيماوي الإشعاعي، كنت لسه باقي الهرمون والأوبر. طيب يعني كان لسه في مرحلة طبعا علاج باقية، طبعا كله يعني أنت يعني بتحسي إنه مثلا في مشاكل أسرية، في موضوع طلاق، في ترك للأولاد لحالهم. أنا يعني تركت الأولاد الاثنين الكبار بقيوا في بيت والدهم، أنا جبت الصغير وروحت فيه على البيت هون عند والدتي. الكلفية يعني الطريقة اللي تم فيها الطلاق مثلا، في وقت المرض، وقت العلاج، يعني كل هاي الأمور كانت بتشكل يعني
طيب ضغط بحيث انك ما تعرفيش كيف تتخذي القرار الصحيح انه هيك صح ولا هيك صح. تفاصيل كتير مهمة ورح نحكيها كلها مرحلة مرحلة، لكن خلينا نبدأ باكتشاف المرض. انت كنت في بيت زوجك بالضبط. كان في بداية مشاكل قبل؟ كان في مشاكل كتير كانت يعني مستمرة لفترة طويلة. طب ام سيد معلش انا رح اضل اقاطعك حتى نفهم صح بالضبط. القصة المشاكل بدأت باخر سنوات يعني ولا من بداية زواجك؟ خلينا نقول لا انا استمرت في زواجي 20 سنة وتمام امورك ما كان في اي بعد 20 سنة. المشاكل بلشت من بعد 10 سنين تقريبا. بالضبط اول 10 سنين كانت الامور, تمام. بعدين بلشت المشاكل بعد 10 سنين، لكن اخر 5 سنين كانت اقساها يعني كانت اصعب فترة. ازدادت حدة بالضبط، كانت المشاكل كتير. هي كانت فترة عمر المرض يعني لما الدكتور شخص الورم قال هذا عمره 5 سنوات. يعني انت بدأت المشاكل مع بداية الورم وانت اكتشفتيه بعد 5 سنين. يعني كان مرحلة متقدمة خلينا كان نقول جريد 3 يعني كان واصل العقد اللمفاوي. يا الله. هلأ البريست كانسر عفوا سرطان الثدي له طريقين للانتشار، يا اما بروح للرئة أو بروح تحت العقد اللمفاوية تحت الإبط. فأنا كان واصل العقد اللمفاوية يعني مرحلة متقدمة جدا. عادة بيقولوا هاي علاجها علاجها صعب. هي هو جريد 1 إنه عادي، جريد 2 3 جريد 4 بداية الانتشار. و3 يمكن بيكون بيخبروا الأطباء إنه هاي مرحلة صعبة ويمكن ما تشفى. إنه طبعا طمني إنه نسبة العلاج عالية الشفاء يعني كويسة أوكي وكذا وهيك. هم صراحة يعني بالحسن كمان يعني لازم نوجه لهم الشكر لأنهم عن جد يعني طريقة تعاملهم احتوائهم للمريض صبرهم كذا كانت عن جد رائعة. يعني أنا كمان بدوري باسم بيتكم عامر وقناة اليرموك بدي يعني أوجه شكر لمركز الحسين للسرطان لكل العاملين فيه يعني. سواء الممرضين والأطباء أو الإسناد النفسي أعتقد فيه كمان مجموعة سند. هو إذا رح نوجه لهم شكر بداية بدي استغرب إم عزام وقت ما كنت أنا أتعالج ما كان في نفق. إذا بتعرفي مركز الحسين في مبنى المستشفى مبنى عيادات في بالنص نفق، فهذا النفق ما كان بعده شغال، فكانك تقطع الشارع لحتى تروحي لمبنى العيادات كان عبارة عن مأساة يعني شارع رئيسي وهيك. فكانوا موقفين يعني موظفين هناك حاملين ستوب ساين هذه يقطعونا بس الشارع، تخيلي بس مهمتهم يقطعوا الشارع وكذا. وعن جد أنا يعني كتير حابب أوجه شكر للمنسقة راوية وسهاد فوزي عن جد يعني هم ما كانوا منسقات للدكتور، كانوا اخوات. ما شاء يعني الله يعني تحتويك تقابلك طريقه مقابلتها لك طريقه تعاملها معك استقبالها سؤالها عنك بالتليفون بس تروحي على البيت، هذا كان له دور في انه دعم واسناد لك يعني نفسي. يعني مجموعة سند كمان ما قصروا انه طول الوقت كانوا وقت احنا بناخذ الكيماوي يلفوا علينا. كانت هناك عضو فاعل فيهم اسمها شادية تيجي انه عادي لا تخافي انا مريت بنفس اللي انت مريتي فيه وهيني قدامك انا اوكي ما مالي شيء اي سؤال بتحبي تسالي طريقه تعامل يرفعوا معنوياتكم يقووكم. طيب ام اسيد خلينا نرجع شوي لورا لوقت اكتشافك للمرض. واحنا مشاهدينا يعني فاجاتني ام اسيد بحكايه رؤية بالضبط شفتها قبل المرض وهي شعرت انها مقبلة على ابتلاء بالزبط. فتحكي لنا هلا انا قبل الفترة قبل ما اكتشف الورم بشهر تقريبا قلت لما انا افتح صورة البقرة على الكمبيوتر فبتعرف انت بتعملي له اعادة بعيد الصورة بخلص برجع بعيد فانا نمت هيك فصحيت اول مرة على آية ولا انا بلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الانفس الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فأنا أول مرة صحيت على هاي الآية ما أخذت كثير فيه أخذت في الموضوع نمت. بعدين بفترة صحيت على نفس الآية أنت سامعتيها وأنت نايمة يعني فتحت عيني على نفس الآية يعني رجعت نمت. صحيت المرة الثالثة على نفس الآية لا في إشي شعرت يعني إنها هاي إشارة عدت على السرير ركيت ظهري اللهم اجعلني من عديدي إحسانك ولا تجعلني من عديدي ابتلائك. معناته يعني إنه 3 مرات أصحى في الليل على نفس الآية يعني في إشي يعني إنه بس ما قدرت غير أني أدعي اللهم اجعلني من عبيدي إحسانك ولا تجعلني من عبيدي يعني شوفوا مشاهدينا شو الدعاء اللي فورا خطر لأم أسيدي الحمد لله رب العالمين إنه فعلا الحمد لله يعني الابتلاء يقع لكن من لطف الله سبحانه وتعالى نحن نعرف كيف نتعامل معه بيعيننا على الصبر وعلى مواجهته يعني يؤجرنا عليه الحمد لله والثبات وانه الانسان دائما بالزبط. يكون راضي وبعدين مش بس رضا ام عزام كمان ما يفقد بوصلته يعني الانسان هو ماشي بيمشي على بوصله
يعني كثير من فضل الله علينا انه احنا ما نفقد هاي البوصله واحنا ماشيين وقت الابتلاء. صحيح. فكان الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الحكي خلينا نقول من كم سنه؟ اول 2007 2008 2007 2008 قبل تقريبا 7 سنين بالضبط. طيب لما شفتي هذه الرؤية وبعد بقد ايه اكتشفتي؟ تقريبا شهر او اقل من شهر. ربطتي؟ ربطت. انا ما يعني راح الموضوع عن بالي، فانا انتبهت انه في كتله صغيره بس ما اخذت ببالي. هون كان يعني انا اللي بحكي لك موضوع التوعيه اللي حكينا عنه قبل شوي، انه فعلا لازم يكون في توعيه. بذاك الوقت ما كان في حملات التوعيه الموجوده زي ما هي هلا، يعني منتشره كذا. صحيح. فانا ما بعرف شو سرطان، يعني هذا القصة اصلا يعني شبالي كلها يعني. ولا خاطر لك ولا ابدا؟ انا قد ما كان في عندي مشاكل كنت اخاف موضوع الجلطه. دائما حاملي معي اسبرين بالشنطه. سبحان الله. بس سرطان ما شبالي، انه ما عندنا حدا بالعيله يعني، لا من جهه الوالد ولا من جهه الوالده رحمه الله عليهم، يعني مر بتجربة سرطان. فأنا كنت يعني أول ما شاء الله آخر يعني حالي بالعيلة ما في. إن شاء الله. فلما رحت على الدكتور عمل جنرال تشيك، يعني هيك فحص قبل رمضان، هذا الكلام كان يومين ثلاثة. شفتي إشي اشتبهتي يعني؟ لا ما اشتبهت نهائيا ولا خطر ببالي. إنه إشي زي هيك وما تبقى صار نسيته تماما يعني. ورحتي بعد قد ايه بعد ما؟ بعديها تقريبا بثلاث أسابيع، كان قبل رمضان بأسبوع. رحت على دكتور اعمل جنرال تشيك هيك يعني انه قبل رمضان وشيكي على حالك بشكل عام. فهي شافت الكتله قالت لي ايش هاد؟ قلت لها صح ذكرتيني، انا شفتها من 3 اسابيع وكذا. بس انت مش رايحه عشان سبحان الله نهائيا، وهذا كمان من توفيق الله لك انه كمان تكتشفي انا مش رايحه مشان هذا اصلا نسيته تماما. فلما شافتها على السونار قالت لي هلا دكتور رح تاخذي خزعه. قلت لها ليه؟ في شيء؟ قالت لي لا يمكن تكون كتلة دهنية غدة لبنية. فأنا يعني خوفني إصرارها إني هلأ لازم أروح أخذ خزعة. شعرتي إنه في إشي؟ في إشي. فروحت أخذ خزعة فعلا، وحكوا لي بعد 3 أيام بيجي رح تأخذ النتيجة. وبرضه أنا رايحة يعني ما في في بالك أبدا نهائيا. فبروحت أستلم النتيجة بتقول لي مرفت، بقولها تحكي لك شغلة تفضلي. اللي حبيبتي يعني هي مش عارفه حرام كيف تحكي لي الخبر اللي في المختبر، انه لقينا انه في خلايا سرطانيه. فانا بحكي لها بتعرفي شكلك مخربشه بالاسم. ما صدقتي؟ ما صدق، مش ببالي يعني. بتحكي لي لا الاسم مزبوط. بحكي لها بتعرفي شكلك مش يعني التقرير عفوا مش قريتيه مزبوط، يمكن في اشتباه. فانت يعني؟ قالت لي لا. كنت لحالك وقتها؟ كنت لحالي وقتها، ما حدا معي. لا كنت لحالي، هو كان يعني ابوه مسافر وانا كنت لحالي. قالت لي لا. قلت لها يمكن بداية، فأنت يعني حابة نعمل ناخد كمان خزعة نتأكد. برضو أنت مش قادرة تستوعبي يعني. قالت لي لا للأسف لا في خلايا، يعني أنت الآن مصابة بسرطان الثدي. وأعطتك تفاصيل أي مرحلة وكذا ولا الطبيب؟ لا قالت لي بس أنه لازم تراجع. طيب تحكي لنا شعورك كذا لما تأكدتي؟ هلا أنا بس قالت لي هذا الكلام يعني وقفت هيك. فذكرت والدتي رحمة الله. طبعا كانت والدتي عايشة بذاك الوقت، وأتمنى لو أنت كانت موجودة هلأ معنا. هي رحمة الله عليها كانت يعني مدرسة في الحكمة والصبر. واضح سيد زي ما حكينا من أكيد هالمعاني وهالقيم وهالأفكار وطريقة الكلام، بيعرف الواحد منها البيئة اللي تربى فيها تربت فيها أم سيد. فالآن عم تحكي لنا إنها الوالدة الله يرحمها كانت بوقتها موجودة وعايشة، لكنها عندها أمراض بالضبط كانت تعاني منها. هي اللي كانت يعني هي رحمة الله عليها كانت مصابة بالسكري، فكانت مبتورة قدمها اليمين من السكري، كانت مقعدة. لكنها يعني مع رغم إنها كانت مقعدة لكنها كانت يعني يعني كيف بدي اقول لك يعني مشغله البيت كله، عارفه كيف اللي يعني عامل جو في البيت كله ما شاء الله عليها يعني. فكانت دائما والدتي تحكي بلهجتها الفلاحه يعني البسيطه، يا رب انا راضيه منك انت بس ارضى عني. فانا وقت ما خلص قالت لي مرفت انت مصابه بسرطان الثدي اللي في المختبر، فانا على طول قلت اللهم اني قد رضيت فارضى عني، سكرت كلمتها. يا الله انزرعت هالكلمة بالزبط. في فأول ما مسكت هيك يعني مسكت التقرير إني أقرأ وهيك، قلت اللهم أني قد رضيت وفرضان، سكرت المغلف قلت له طب هلأ شو أعمل؟ يلا شو يلا كيف الإنسان بوقت أم أسيد؟ أم أسيد أنا بدي أوقف عند هاي النقطة. كيف الإنسان لما بيصيبه مصاب أو بيكون مر يعني بمصيبة بلحظتها بيخطر للإنسان بهاي اللحظة بغيب تقريبا عن الوعي
يبطل وعي. هو انت جبت الكلمة الصح يا مزام، عن جد وقتها انا حسيت انه يعني انا مش انا، يعني انا كنت بهذاك الوقت همي في المشاكل الاسرية اللي انا كنت عايشة فيها، إيه الاولاد، ايش ممكن التبعات تبعت هاي المشاكل تصير. بعدين فجأة الاقي اقدار الله بتوجهني لشيء اخر تماما. فانا بقول انه يعني يجب ان الانسان يلتزم الادب مع الله سبحانه وتعالى في الشده كما يلتزم معه الادب في الرخاء. صحيح. يعني ربنا يعطينا احنا بنكون كثير مؤدبين وكثير ذوق وفرحانين ومبسوطين وبنشكر، بس لما ربنا بده يبتلينا لازم كمان نكون بنفس مقدار الادب يعني مع الله سبحانه وتعالى. الله عليك. فانه لا يعني بهاي اللحظات يعني بتعرف الانسان بغيب عن الوعي فبيبطل قادر يركز، لكن سبحان الله الايمان، ايمان الانسان وقربه من الله هو الذي يثبته في هذه اللحظه. انا ذكرت الايه اللي كنت اصحى عليها ثلاث مرات، صحيت عليها في الليل، قلت هذا هو معناته انه هيك. ام اسيد، عند هاي الايه رح نتوقف، تعيدي لنا اياها عشان نطلع منها للفاصل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بشرى. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إن شاء الله ربنا يرحمنا ويرحمكم ويرحم الجميع. إذا مشاهدينا راجعين، خليكم معنا. إذا مشاهدينا وبشر الصابرين، فعلا الصبر له ناسه وبيستحقوا البشرة. يعني رح نواصل مع الست أم أسيد. وأهلا فيكي. طبعا الآن مرحلة العلاج، كنا عم نحكي عن الست الوالدة وإنك أنت تعلمتي منها أشياء كتير، وإنها هي كانت أصلا مريضة. الآن مرحلة العلاج كانت في بيت زوجية وإنت بين أولادك، كيف كانت هاي المرحلة؟ هلأ هو بالمركز الحسين، الحلو فيهم يعني إنهم طبعا لما جبت التقرير انه انا في عندي جبت الاعفاء او هيك، هلا بلشوا يعيدوا يفحصوا من اول مره ثانيه، تاكدوا ما فيش انتشار للمرض في اي منطقه ثانيه بالجسم. فبلشت ام ار اي، سي تي سكان، سونار، تحاليل دم، فحوصات. فالفكره كانت اني انا ادخل مركز الحسين للسرطان، هذا إشي يعني صراحه في البدايه، اول بذكر اول زياره عن جد خفت، انه حسيت حالي دخلت على عالم اخر. انه احنا بنشوفه من برا بنقول اللهم اشفيهم وعافيهم والله يعينهم، بس ما بنتخيل نكون بينهم نهائيا. يعني انا كنت ساكنه في عمان مقابل المركز. صحيح. بس اني انا ادخل مريضه ومعي بطاقه في مركز الحسين للسرطان واحمل رقم هناك، هذا الاشي كان له يعني انه وقع كبير وصعب على وبالذات لما مريت من قسم الاطفال، يعني شو بصير؟ أنا أول مرة بشوف هيك منظر. لأن بتعرفي مازام، إحنا كانت فكرتنا عن السرطان إنه هو يعني عدو مشاكس، عدو عنيد. صحيح. اللي بيخوض هاي التجربة بيعاني ألم بيموت. فكرتنا الموت، السرطان هو الموت. بالضبط. إحنا هيك ماخذين فكرة يعني. يعني سرطان معاناة ألم وفاة. صحيح. هيك. فأنا لما دخلت وتشوفي يعني الشباب، أنا ربني عافية للجميع، نسأل الله العفو والعافية للجميع، الصبايا بتشوفي حالات إنه إيش عم بصير قاعد، يعني أطفال صغار، أطفال كل أنواع السرطان. فبلشنا يعني دخل الدكتور ورجع أخذ خزعة وقرر لي إني أنا أعمل عملية. يعني كانت إقامتك بالمركز يعني طويلة ولا إنه كنت لا زيارة؟ لا زيارة مش مريض طبعا. لا بس يعني وقت التحليل، وقت الفحص، وقت الخزعة، وقت الصورة. طبعا كان منهك لأنه كنا في شهر رمضان وبدك تخلصي كل هاي التحاليل وكل هاي الكذا، فيعني انت صايمه. وبعدين كان في قلق لانه انت مقبله على مجهول. طيب ام اسيد مقبله على مجهول وحدها، وحدها معها رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اخوانك واخواتك ما في حدا في البلد؟ أنا والدتك مريضه. اخواني واخواتي كلهم خارج الاردن. اها. والدتي كانت قلت لك من بسبب السكري كان اجرها اليمين يعني مكتوره ومريضه. والدي كان برضه في بدايه جلطه، كان مصيب بداية جلطة في الدماغ، فما كان يعطيكي ذاك الدعم اللي انت بدك اياه. متوفى برضه؟ لا موجود، بل لكن عندي اخواني برضه برا. طيب الله يطول عمره. اذا ام اسيد لحالها عندها مشاكل يعني ما يكفي في البيت ويزيد، والان عندها الان مرض وعم بتواجهه لوحدها. بالضبط. وهي في اصلا ظرف نفسي صعب. كلهم برا بالضبط، وشهر رمضان ومجهول، يعني انت مقبله على شيء يعني المرض نفسه. انا بلشت ادور في النت طبعا انه شو هذا بالضبط، شو بيطلع، شو قصته، اعرف شو تفاصيله، شو اسبابه، كيف اجى، ايش اتعامل معه.
المجهول كمان العلاج، انه هاي الخطه العلاجيه على مدى طويل يعني عرفوكي شو التفاصيل القادم شو رح يكون بالضبط بعدين النتيجه. هل يعني هاي التجربه رح تنتهي بالنجاح بالشفاء بالوفاه بشيء غامض؟ انت مقبله على شيء غامض يعني عارفه زي الماشي بسرداب هيك، انا عارفه انه اخر السرداب في نور، انا متاكده من هذا الشيء، عارفه انه اخر السرداب في مخرج، انا واثقه ومتاكده من هذا الشيء. بس كنت ادعي ربي يعيني ان اوصل لهذا المخرج يعني على خير. ام اسيد مقبله على معركه ما معها سلاح الا ايمانها برب العالمين، ما معها جيش لحالها، بتخوض معركه مع اكثر من عدو. بالضبط يعني انا هيك بدي اشبه الوضع فعلا يعني. حتى بذاك الوقت بذكر والدتي يعني اشتد المرض عليها وقال له علاجها بعمان، فجبتها على البيت عندي عبين ما تخلص علاجها، فكنت انا بتعالج بدايه الفحوصات وهي عندي في البيت مريضه والوضع كله على بعضه. عندك اولاد وبعدين خوفي على اولادي، يعني هاي النقطه كمان انه اصلا انت كنتي عم بتفكري فيهم وشو مصيرهم اذا صار، فكانت الامور شوي لكن هم للامانه يعني قعدوا معي في مركز الحسين وشرحوا لي بالضبط ايش الخطوات العلاج، قالوا لي رح نعمل عمليه اول شيء. انا يعني كنت الفكر نعمل بريست ريموف انه ازاله كامله ولا بس الورم، فالدكتور قال لا انه نعمل شيء بس الورم، نعمل كمان عمليه ننظف يعني. هو طبعا هو هناك الحلو في كونسلتنج في استشاره يعني، ما حدا الدكتور قراره جماعي مش انه لحاله فردي. فعملت اول عمليه، عملت العمليه الثانيه، بعدين قال لي خلاص هيك تمام رح نبلش بالكيماوي. انا طبعا مش عارف شو الكيماوي لسه الكيماوي قصته قصه مش عارف شو الكيماوي يعني انه اوكي كيماوي اوكي تتعبي كذا، اعطوني كتيب قعدوا معي قعدوني بغرفه هيك وجابوا لي ممرضه بلشت تشرح لي انت فرضا بعد اسبوع عندك جرعه رح تكون بالطريقه الفلانيه، رح تحسي باعراض 1 2 3 4. بس برضه الحكي مش زي لا هو ما كانش زي الواقع اللي رح يصير نهائيا كان مختلف. يا الله وبلشنا في بدايه الجرعه الاولى، انا يعني حكت لي انه رح تاخذي الجرعه بعد 2 3 رح تبلش معك الاعراض، فانا خلص راكي انه بعد 2 3 رح تبلش بالاعراض. فانا رحت قبليها بيوم جهزت الغداء للاولاد انه بس ارجع من الجرعه يكون الغداء جاهز، ورايحه هيك انه يلا انا بدي ابلش العلاج امتى الكيماوي، يلا بدي اخلص انت مش عارفه شو وانا مش عارفه ايش اللي هي. فرحت على يعني ما زلت بذكر اول جرعه اخذتها رحت لابسه يعني مشخصه اني اوكي تقولي رايحه على مناسبه عشان ارفع نفسيتي، وقعدوني على الكرسي هيك ربنا يعافي الجميع وهيك يعني نص دائره والكل قاعد وجنب بعض طبعا هناك بيعرفوا بعض هناك باخذ جرعه صار له قديش ذاك يعني كل اللي بياخذوا الكيماوي بيكونوا قاعدين مع بعض كرسي هيك جنب بعض في ستاير بيناتهم، بس انه يعني بكل يحكوا مع بعض عارفه انه انت شو اخذ كل واحد بيحكي قصته وهيك شيء. فجبت لي حطت لي دريب وبلشت تحط هون ودريب وتحس، فقلت والله شغلة بسيطة يا شو بيحكوا صح هاي يدرب وكذا والموضوع ماشي. شوي هي جاية ماسكة ابري هالقد هيك دخنها هالقد احمر سموها اي سي احمر هيك وجاية بسم الله بسم الله الموردة بحكي لها ايش هاد الكيماوي ولا كنت اخذ هذا شو انت فكرتي انه مجرد ما ركبوا لك الهاي خلص وليش تحط هيك دريب لذاك علاش تحضيري قلت لها هذا هو الكيماوي، قلت لها هذا هو الكيماوي طبعا لونه هيك احمر غامق وهيك له رهبه كان وهالقد الابره، فبلشت تفرينها بايدي هي حرام تقول بسم الله بسم الله الورطه بسم الله تقول انت اول مره بحكي لها اول مره اول مره. فاخذتها وقالت لي خلاص انت لا يومين ثلاثه رح تبلش معك الاعراض زي ما فهمناك وزي ما قلنا لك اوكي. كانه انا بسمع انه كمان بيقللوا مناعه الواحد بتنزل المناعه، لا هي هو الكيماوي بنزل المناعه فانت بعدها بلشت مناعتك بلشت فروحت على البيت انه خلص انا بعد 2 3 تبلش الاعراض وجهزت الغداء طيبين هم ساعتين ما زال يا الله هم حكوا لي 2 3 بس هم ساعتين وبدات ساعتين الاعراض يا حني دخلت في عالم اخر. كانت الوالده وقتها لسه موجوده لكن لا كانت في هون في بيتها هذا بالسرقه فبعد انت في بيتك اولادك بس حواليك وشوفوا مشاهدينا انا بدي الفت شغله هو كان الوالد زوجي يعني كان موجود يعني موجود كان بس طبعا في مشاكل يعني ما كان في دعم نفسي العلاقه كانت على حذر يعني انا ام اسيد بدي استاذنك اوضح للساده المشاهدين شغله
انه انا هاي حكايه السرطان يمكن سمعتها من اكثر من حد، بس انه الست، وحده من الستات كانت تقول لي انه رغم انه زوجها واقف معها، الاهل التليفونات ما سكتت، غير عن الناس اللي من اهلها موجودين معها في نفس المكان، وهي بس عم تجري الفحص ليتاكدوا انه هذا الاشي سرطان ولا مش سرطان. قد ايه كان الكل خايف، قد ايه الكل واقف معها، قد ايه هي شاعره بدعم اللي حواليها، ومع ذلك كانت خايفه كثير. ام اسيد لحالها اخذت الكيماوي، روحت على بيتها بين اولادها، عندها ما يكفي من المشاكل في البيت، والدتها مريضه في بيتها كمان، فهذا وحده يعني بخليها ام اسيد هون في هاي اللحظه نحطها تاج على راسنا عن جد. يا رب الله يجزيك الخير. نعم. فهي والدي كانت روحت على الزرقاء وقتها هون في البيت، فانا روحت انه راكني زي ما قلت لك انه معي يومين ثلاثه، يوم ساعتين بس، وبعدين بدات اعراض شيء يعني مش طبيعي. حتى الدكتور وقتها كان يفكر قليل الجرعة، يعني يخفف الدوز الكمية، بلش يعني حرارة، يعني مش ارتفاع حرارة بس حاسي نار، يعني نار في جسمي كلها. نار، استفراغ 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 استفراغ. بعد ساعتين بالضبط، هم قالوا لك بعد يومين ثلاث، فانت تفاجأتي بهاي اللحظة. صار تحسس انه يعني ما قدرت اتحمل، وبعدين دخلت في مرحلة مش صاحية، يعني حالي مش عارفة انا وين. يعني مش قادر اركز باللي حوالي، مش قادر اقوم، يعني بعدين صرت استفرغ بس مي سخنه، احس بالمي سخنه بتطلع، يعني مي. فكان كثير الوضع هذا سيء. رمضان كان ولا بعد؟ قلت لي كان بالضبط قبل عيد الاضحى بيومين. اها، يعني عيدت وانا بهالوضع، يعني قبل يوم عرفه ويوم عرفه كانت بالزبط. هاي الاعراض بالضبط. فكان يعني الوضع كثير سيء يعني جدا. يعني كانوا حكيت لكل اخواني واخواتي برا، فكانوا يتصلوا التليفونات بس انا مش قادره ارد. اولادك يمكن كانوا يردوا؟ اولادي هم كانوا يردوا. كانت والدتي رحمه الله عليها، يعني الله يجزيها كل خير، تحكي لي بس انت حطوا السماعه على دانها، انا بحكي معها. تشعري لما تحكي معك يعني ايش ابني يحط السماعه؟ انا مش قادره يعني تحكي لي. تحكي لي امي غير الحمد لله ما بدي اسمع منك. يا الله ما الله تحكي شيء رحمه الله، تقول لي تعبتي وهلا انت في وضع ابتلاء، لا تضيعي اجرك، غير الحمد لله ما بدي اسمع منك، يلا عيدي وراي. هي صرت تحكي لي عيدي وراي، قولي الحمد لله، وانا يعني دوبني قادر احكي، انا بدي عيدي كمان مره، قولي يا رب انا راضيه. شعرتي انه هذا الحكي بخفف عني؟ طبعا اكيد، يعني كنت ما اصدق امتى ترن على التليفون ويحطوا لي سماعه على داني حتى اسمع، يعني خلي يحكي توصياتها كذا وبحنيه تحكي معي وهيك. نعم. فالحمد لله عدت اول جرعه. اولادك بهاي احكي لنا شو كانت مشاعرهم؟ اولادي يعني انا كنت كل ما اطلع عليهم اقول اول شيء رب الحمد لله، يعني انه المرض فيي مش فيهم. يا الله، دائما الام هيك تقول يا ربي انه كل شيء يعني بده يصيبنا يكون فيي مش في حد. لاني يعني انا بتحمل، بس يمكن ما اتحمل اشوف ابني لا قدر الله بهالوضع هذا. فكنت لما اطلع عليهم احكي يا ربي لك الحمد انه فيي مش فيهم، بعدين اطلع احكي لا انا اللي بدي اربي اولادي. خلاص انا اللي بدي اوقف تتغلبي على المرض وانا اللي بدي اوقف جنبهم في تخرجهم، وانا اللي بدي ازوجهم، وانا اللي بدي اكون معاهم، انا بدي اربي اولادي مش حدا تاني. وحتى كانوا يتصلوا في صاحباتي مثلا مرفت شو صار معك؟ الحمد لله طبت. الحمد لله. يحكوا لي الدكتور حكى لك خلص انت انك راح تطيبي راح خلص تطيبي. هذا ترى له دور كثير كبير في الشفاء. بدكم تسمحوا لنا مشاهدينا احنا كمان ناخذ باتصال شقيقتها لام اسيد، شقيقتها الكبرى ام ابراهيم، اللي هي كمان كانت بمثابه خلينا نقول والدتها الثانيه، ودعمت نفسيا ومعنويا ام اسيد اثناء مرضها. ام ابراهيم في قطر الان حتكون معنا على الهاتف، راح تسمعوها مباشره. نسمع شو كان شعورهم اول ما سمعوا انه شقيقتهم الصغرى اصيبت بهذا المرض، وقد ايه كان هذا له وقع عليهم، وشو كان دورهم في حياه ام اسيد في هاي المرحله. ام ابراهيم اهلا وسهلا فيكي. حياك الله يا اختي، اهلا وسهلا فيكم وبارك الله فيكم لبرنامجكم الطيب هذا. ام ابراهيم انت بتشرفينا، وان شاء الله يدوم بيتك عامر. احنا برنامجنا اسمه بيتكم عامر، عم نحكي بال يعني قد ايه في ناس عندها صبر وقد ايه في عندها ايمان بالله عز وجل، وهذا الحكي كله اكيد بيكون له نتيجه. فيا ام ابراهيم تحكي لنا اول ما سمعتوا عن مرض ام اسيد شو كان شعوركم؟ هو طبعا المرض الاول بالعيله. نعم، وصلنا الخبر بهذا الشيء، يعني كانوا فجاه انه كبدايه انه شيء جديد علينا وشيء مش معروف او شيء اي يعني جسم اي انسان ما بنتوقع هذا الشيء، سبحان الله هاي طبيعه البشريه الموجوده. صحيح. لكن هي اللي حصل انه يعني الحمد لله رب العالمين، يعني
يعني أنا دائما بقول من كان عنده شيء قلبه فيه إيمانيات، قلبه فيه روحانيات، عندك ثقة بالله، عندك حب بالله سبحانه وتعالى، وإن إحنا ربينا على هيك بفضل الله ثم لوالدتنا الله يبارك لها، لأنه أنا والدتي من قبل كانت في عندها عملية السكري وقطع الرجل، هذا صبرها علمنا إن إحنا نصبر إذا ما أصبنا وبدلنا. يا الله الله يرحمها. يعني من أخونا الكبير وأخوتنا اجتمعنا إنه إما إن إحنا يعني نعدي هاي المرحلة على أختنا بسلامة ونعديها إنه يعني بأقل الأضرار، لأنه إلا ما يحصل يعني في ضرر حيصير من الموضوع أو من هذا البلاء، لكن أنت تأخذي بأخف الأضرار. نعم. نكون بتواصل متواصل معها. نعم أم إبراهيم، تسمحي لي أنا يعني كنت حابة أوقف عند هاي النقطة، إنه أنتوا الإخوة والخوات رغم أنكم برا في الغربة وهي هون لحالها، لكن اتفقتوا بينكم وبين بعض إنه أنتوا تشكلوا لها دعم وإسناد نفسي في هاي المرحلة. لأنه أنا ما بنملك إلا شغلتين يا أختي. نعم. إحنا كنا برا نملك شغلتين اثنين لا ثالثة. أولا هو الدعاء، والحمد لله الذي جعل ربنا الدعاء من أعظم العبادات. الحمد لله رب. فبيكون دعاء متواصل إلها بالصبر بالثبات بقدرة تحملها، إن ربنا يعافيها إن شاء الله، ربنا يعافي هذه المرحلة عليها بخير، ثم إن إحنا نكون على اتصال متواصل. أي مريض مهما كان بحب دائما يسمع كلام جميل، بحب يسمع كلام لطيف، بحب إنه حدا من يواسي، ما بالك بيكون الأخو والأخوات. صحيح. فإحنا كنا بعاد عنها وما لناش إلا يعني كانت الوالدة رحمة الله عليها، ففعلا كنا بعملية متواصل شبه اتصال يومي عليها. كل واحد قدر استطاعته طبعا. نعم. كل إنسان في بلده قدر استطاعته. نعم. مثلا إذا أنا تكلمت عن نفسي كنت شبه يومي على سكايب لا يقل من ساعة إلى ساعتين متواصلتين معها في التحدث في التثبيت في الكلام، حتى في اني اخرج لها الى مواضيع الحياه الاخرى، لانه انت مش معقوله بدك تحكي معها كله تثبيت وانه لازم تصبري، لا كمان طلعيها على الحياه، بدك تطلعيها من جو المرض. الحياه ما توقفت. اها. فانت كنت اكيد تعيشي معها يعني بدك تطلعيها من جو المرض وتحكي بتفاصيل ثانيه بامور ثانيه. اها. حلو. لانه انت يعني هذا المريض يعني جميل انك تصبري، جميل انك تطمنيه، جميل انك انت ترفع معنوياته من حيث الايمانيات، وهي ما شاء الله تتمتع حقيقة بروحانيات وايمانيات تبارك الله فيها، يعني الله يربي يبارك لها الأب من اجر لها. ولكن المريض بحاجة انك انت زيني له الدنيا، زيني له الحياة، انه في انه ما انقطعت الدنيا، يعني النبي مثلا بيقول امر المؤمن كله خير. صحيح. واحنا عنا ايمان من اسس ايمانياتنا في الاسلام، الايمان بالقضاء خير وهو شر. صحيح. صحيح. فبالتالي انت لازم ترفعيها للحياه، في حياه، في بيت، في زوج، في اولاد، في اهل، لازم في اصحابك، في صديقاتك، في امورك اللي انت عشت عليها وماشيه بحياتك، اذا نعم. لازم تواصلي عليها ان كنت مريضه. نعم. يعني ام ابراهيم احنا يعني حقيقه انا شعرت يعني كنت اشعر ان هي كانت بحاجه جدا لنوع من الاتصال المتواصل حقيقة بعد أخذ الجرعات، يعني شفاها الله وشفا كل المسلمين بإذن الله رب. تعالى يا رب. أم إبراهيم إحنا الاتصال متواصل. نعم. إحنا يعني صراحة أنا معلش عم بقاطعك بس لأنه احنا مبهورين واحنا مبهورين صراحة بأم أسيد وطريقتها حتى في مواجهة المرض وكلامها عن المرض وصبرها وإيمانها وثباتها، وانت زدتينا انبهار. يعني احنا بهالعيلة صراحة ما شاء الله اللي بنتمنى كل عائلاتنا تكون هيك بصبرها وثباتها وإيمانها، قدرتها على مواجهة الابتلاءات والدنيا ما بتخلى من المصايب، يعني فما شاء الله عليك يعني يا أم إبراهيم. يا أختي يعني أنا بأنظر لها كالآتي، ما إذا سمح للوقت يعني. تفضلي. إذا كانت عندك نبتة جميلة تخبيها في بيتك بتراعيها وبتهتمي فيها، ثم فجأة حصل فيها شيء من الزغلال، هل يا ترى بتركيها؟ لا هي جميلة بتصر الناظر. صحيح. إذا بتبدأي أنت تبلشي تعملي شيء من السماد، شيء من تقليد التربة، حتى لو أنك اضطريتي إلى تحطي بعض المواد الكيماوية. صحيح. وهي أختنا حقيقة إلها مكانة وإلها معزرة، هي مثل النفس اللي كانت تزينا فعلا. وما زالت. الله يرضى عليها. فشيء طبيعي كان الواحد يرعاها حتى تضمن فيما بعد هي من أصابهم إما أصابها. نعم.
نعم يعني أم إبراهيم. فأنا أشهد يعني أشهد إذا هي برضك حقيقة يعني إيمانياتها الجميلة والطيبة رعاها الله كذلك. نعم أكيد. يعني أم إبراهيم ما شاء الله بس فعلا مرحلة صعبة جدا وكانت تحتاج لمواجهتها عائلة كعائلة أم أسيد وأم إبراهيم والإخوة والخوات جميعهم. إحنا من خلال يعني حتى هي كانت حلوة جميلة أخرى منا يعني لما البربك تم الاتفاق يعني بيناتنا وبين أخونا الكبير وحتى بنات إن إحنا ما جاء الصيف اللي احنا نزلنا كنا إلها يعني يعني شوفي أم إبراهيم أم إبراهيم لم ما حالت وجودكم كل حد في مكان بين التواصل والدعاء وتثبيتكم لأختكم وقفكم جنبها ومع ذلك أول مصح لكم تنزلوا على طول مباشرة لعند أم أسيد. نعم وانتلنا نعم وانتلنا جميع إنها تشعر إنه إحنا مش معها فقط مجرد لسانا أو حتى بالدعاء ولكن الحمد لله يعني حتى بوجودنا ونزلنا لها وكل شيء لأنه هذا شيء أكيد يعني بيبسط مش هي أو حتى أي مريض ينتظري يشعر بالانتعاش. صحيح صحيح. يعني أكيد ما صدقتوا يجي الصيف حتى تنزلوا لأم أسيد وتشوفوها وتطمنوا عليها. يعني هي لأنه يعني جزاها الله خير الوالدي كان لها يعني موقف رائع جدا والثبات معها لكن برضك الوالدي بحاجة إنه برضك مني يعني يساعدها ويدعمها. نعم. وإحنا الحمد لله رب العالمين يعني دائما الواحد يعني يدعو وبدأ الحمد لله اللهم اجمعني بإخوتي على الإيمان ولا تفرقنا على يا ذلك من أحوج الأوقات هي كانت بحاجة لوجودنا وإحنا في معنا مجال يعني نعم. مدام في معك مجال وفي معه الواحد استطاعة إنه ينتج وفعلا هذا بفضل الله تم هو أولا مش بفضلنا ولكن بفضل الله والحمد لله لله كانت بالصيف وهي حتى نفسيتها تغيرت الحمد لله يعني حتى هي حبيبتي نفسيتها تغيرت وبالعكس زاد من عزمها زاد من ثباتها حتى نحن تفاجئنا بانه يعني عدينا مرحله كبيره نعم من مرحله المرض الحمد لله هذا شيء صراحه يسعد الصدر الحمد لله وشيء يعني يستحق الشكر لله نعم يعني ام ابراهيم بالشكر لله احنا رح نختم اتصالنا معاكي لكن انا حابه اختم بعباره انه البيوت لا يعني والعائلات لا تجمعها الحيطان فقط البناء إنما تجمعها المحبة تجمعها التربية الصالحة تجمعها إنه تكون القلوب على بعضها رغم البعد فإحنا يا أم إبراهيم نتمنى فعلا نلتقيك شخصيا لتكوني فعلا كمان بطلة حكاية من حكايات الإيمان والتقوى يعني ما شاء الله عليك يا أم إبراهيم احنا الله طبعا شاكرين لك ان شاء الله باذن الله واللهم اجعلنا ما زور مفاتيحا للخير مغاليفا يا رب اللهم امين يا رب العالمين ان شاء الله تكونوا قدوه ونموذج لكل البيوت لكل العائلات ام ابراهيم سلامنا لك وان شاء الله نشوفك قريبا في الاردن ام ابراهيم وان شاء الله بنتمنى دائما الصحه والعافيه لكم جميعا لام اسيد وابنائها ولكم جميعا ورحم الله والدتك وان شاء الله ربنا يحسن ختام الوالد ويعطي الصحه والعافيه شكرا ام ابراهيم لك شكرا لكم بيتك عامر شكرا ام ابراهيم اذا مع السلامه مشاهدينا يعني احنا كنا حابين نلتقي حد من أهل أم أسيد لكن طبعا كلهم موجودين في الخارج فما حبينا نفوت فرصة إن نسمعهم ونسمع رأيهم وشعورهم أم أسيد بعد المكالمة شو وديكم وصلينا هو أنا عن جد لازم يعني ما بنكر دورهم الله يرضى عنهم يعني إخواني وخواتي والوالدي والوالدي يعني عن جد عملوا دعم كتير حلو يعني كانوا يعني ما زالت عبارة أخوي هو بيحكي لي إنه يعني ما تحصري حالك بزاوية الألم يعني إنه أنت عايشة في مكان وهذا المكان فيه أكثر من زاوية ما تختاري زاوية الألم وتحصري حالك فيها شو اسمه بدنا نوجه له عبارة رائعة هم الاثنين دكتور وائل والدكتور صائل دكتور وائل ودكتور صائل الله يجزيكم الخير ويبارك يعني فيكم يعني نعم الإخوة للخوات رفقا بالقوارير والقوارير يعني بدهم مش بس أزواج يرعوهم بدهم إخوة وآباء وأهل يوقفوا جنبهم لأنه فعلا هالقوارير تستحق بالضبط يعني كانت هيك عباراتهم أحس بتعرفي معزام يعني بقول إنه يعني إذا في شيء كان إيجابي بهذا المرض إذا بدنا نحكي عن الجانب الإيجابي بهذا المرض إنه أول إشي الواحد فعلا يعني قضية التسليم لله سبحانه وتعالى يعني ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني أنت ماشي بهاي الطريق يعني بدك بالآخر توصلي رح توصلي
هلا ما يعتريكي فيها في وسط هذا الطريق من اقدار الله سبحانه وتعالى. كله رح يتسجل لك، كله يعني كله باجره، ميزان حسناتك. نعم. كله بثوابه. الشغله الثانيه، انا اللي تعلمته درس كثير مهم، يعني كثير كثير مهم بهاي التجربه، قضيه ترتيب الاولويات في الحياه. يعني احنا ساعات بخضم حياتنا احنا كنساء شرقيات بالذات، يعني بالضبط، يعني بتلاقي الزوجه، يعني ما احترامنا لكل الازواج وكل الرجال وكل الشباب، بس صحيح. بتلاقي يعني ان المراه الشرقيه يعني بخضم حياتها بتضيع، بتضيع ذاتها، بتضيعها التفاصيل. بالضبط، بتضيعها التفاصيل، يعني زوج البيت، الاولاد، يتخرج، درس، ارى طبيخ، التنظيف، تعزيل الجارات، البيت، الاحمال، يعني فجاه بتلاقي حالك انت، طب انا وين؟ وين البوصله؟ وين الهدف؟ بالضبط، شو غايتي؟ بالضبط، فانت بتلاقي حالك طب انا وين؟ فانا بعد هاي التجربه، يعني قعدت هيك بيني وبين نفسي وحطيت كل الاشخاص اللي بتهمني، كل المواضيع اللي بتهمني على قائمه، وكتبت في البونت العرض على راس القائمه ميرفت. انت بدك تضلي لهدول الناس، لانه اذا انا ما اعتنيت بحالي وكنت على راس القائمه بما يرضي الله طبعا، مش راح اقدر اهتم في الباقيين، راح يضيعوا. صحيح. فمشان هيك انا تعلمت هذا الدرس جد، انه الواحد يرتب اولوياته. نعم. بحياته، يعني ما تكون انا مهمه هيك. بهالحياه الي دوري، ولازم اكون اقوم بالزبط. بهالدور، وحتى اقوم فيه لازم اكون قويه بالزبط. وهذا اللي خلاني اعطيها نفسي حقها. نعم. يعني احنا ساعات مثلا زي ما حكيتي، يعني بنغص بالتفاصيل الحياه، بتلاقي اخر نهارك يعني صفطي عفوا بين على المجله وعلى الكذا وهون. صحيح. ومشاكل هون ومشاكل هون، بس انت وين؟ صحيح. انت وين؟ وهلا دخل علينا الواتساب والتواصل الفيس وكذا، فصراحه ضعنا. بالضبط. طيب احنا بدنا نوقف هون ام اسيد، ورح نواصل كمان الان الجرعه الثانيه والثالثه، وبعدين لما بدا جسمك يضعف، واكيد في كان اكيد يعني اعراض وكذا، والمناعه نزلت، وبعدين بدنا نحكي عن خدمتك للوالده. بالضبط. انت قد ايه كنتي برا فيها، الله يرضى عليكي. ابا بفضل الله، الحمد لله. رح نطلع هلا لفاصل صغير ونرجع لنواصل حكايتنا مشاهدينا، حنواصل هالحكايه اللي يعني محتارة شو بدي أوصفها، حنواصلها بعد الفاصل. حكاية أم أسيد، حكاية الصبر والثبات والإرادة والعزيمة، خليكم معنا. طيب إحنا مشاهدينا الآن متواصلين بحديثنا وحوارنا مع الست ام اسيد، اللي انا بعتبره حديث شيق رغم الالام اللي فيه. ليه؟ لانه في هيك نتيجه حلوه، يعني في ناس على قد حالها، ودائما ماخذ فكره عن الستات انهم ضعاف، انهم بيلجؤوا للبكاء. لا. ايوه، بمناسبه البكاء، كنت تبكي احيانا؟ احنا بدنا ننتقل لمراحل بعد الكيماوي. اولها لا، يعني بكيت لما اول ما تساقط شعري كله. يعني هو كان الاصل بعد الجرعه الثانيه او الثالثه، يعني يكون الشعر كله تساقط وهيك. فانا قبل الكيماوي رحت قصيت شعري كثير قصير، بس ما توقعت من اول جرعه، يعني فلما طلعت بالمرايه هيك انه كله مع اول جرعه. مع اول جرعه انت قالوا لك بعد ثاني بعد ثلاث اربع ايام تبدا الاعراض، بدت عندك على طول. بالضبط. تساقط الشعر قالوا بعد ثالث جرعه او ثاني جرعه انه بصير انه يعني صلعه نهائيه. فانا من اول جرعه، فاني وقتها بكيت وانا في الحمام. ما كنت ارضى ابكي قدام الاولاد، لانه انا ما بدي انهم يعني يشعروا انه ماما ضعيفه. بدك تضلي قويه. بالضبط. وكنت اول ما اصحى من الكيماوي، يعني الكيماوي يعني بس تتعب المريض منه، بعدين بثلاث اربع ايام بصح. بصير انه يعني يقدر يعني يروح ويجي، بس ينتبه لموضوع المناعه، انه بيروح اماكن فيها يعني اكتظاظ، انه بتكون مناعته نزلت، ما ياخذ عدوى. كنت البس كمامات في البيت، البس اولادي كمامات، احيانا ما اقدر اقرب منهم، يعني يكون في مسافه بيني وبينهم. بس ما كنت ابكي قدامهم، يعني حالي كنت ابكي من الالم، يعني انه وقت الكيماوي الجرعه الثانيه، يعني هو الكيماوي نوعين، النوع الاول اسمه اي سي وثاني تكسول. فذاك الثاني كان انه بياثر على العظم والمفاصل، فكنت ابكي من الالم، لانه يعني احس انه العظم بيحرق، يعني مش المفصل بوجع، يعني العظم نفسه في حرق، في نار، نار شيء بيحرق. ما يعني ما في مسكنات، ما في بلا بالاخر. اعطوني ترمال، اعطوني مسكن مع انه بنيم وهيك وشيء، بس اولها بجيب نتيجه، بعدين بطل يعني يجيب نتيجه. وقت من الالم كنت احيانا مش قادر، يعني مؤلم، يعني فتبكي. في الم ابكي بيني وبين نفسي. نعم.
وبعدين يعني انه خلص على السريع انه خلص اوكي ما في شيء، الامور تمام كويسه خلص ولازم اتعود. وبعدين صرت استنى موعد الجرعه الثانيه على فارغ نص الوقت اخلص انه يعني يلا بدك تخلصي هالمراحل الجرعه اللي بعديها وشاعري انه نهايتهم علاج خلص ان شاء الله تعالى بالضبط. وكنت يعني قبل ما ادخل الكيماوي رحت شريت موسوعه دكتور راتب النابلسي اسماء الله الحسنى، لانه الكيماوي 6 أشهر، فقلت حرام اطلع منهم من غير شيء يعني قاعده في البيت قاعده يمكن ما اقدرش اتحرك بس بقدر اشوف واقرا، فشريتهم اسماء الله الحسنى وتقريبا خلصتهم كلهم وقت الكيماوي. كنت اقرا، انا بحب القراءه كثير، وكنت لما اقدر الخص يعني الاسم الله الحسنى اللي يعجبني واعيش فيه الخصه على مفكره، وقلت هاي صدقه يعني بكره اذا حدا اعطى درس او كذا او هيك بتكون جاهزه ان شاء الله عنك. فكانت يعني صح ظروف صعبه لكن يعني نسائم رحمه الله سبحانه وتعالى، شئنا ام ابينا الا ما ترفرح يعني ترف حوالينا. نعم. فالحمد لله رب العالمين، هذا من لطف رب الحمد العالمين. لله رب العالمين. طيب ام سعيد الان كنت هذا الكلام في بيتك بالضبط في عمان، زوجك سابقا شو كان دوره بهاي المرحله؟ كان هو يعني طبعاً كان في مشاكل، طبعا كان في مشاكل بذاك الوقت، هو ما كان مراعي انه انت في مرحله صعبه نوعا ما، يعني هو كان في مشاكل كثيره مش حابه ادخل بتفاصيلها، بس انه يعني ما كانت الامور كما يجب، ما كان يعمل دعم نفسي مثلا بهاي المرحله، خليني اوقف جنبها اخفف شوي من المشاكل. هاي المرحله هو يعني هو تزوج باخرى بهاي المرحله وانا كنت يعني على علم، بس انه حكيت لك انا سابقا انا رتبت اولوياتي، يعني انا حطيت اولوياتي انه انا رقم واحد، هلا اي شيء ثاني مش مهم، هلا انا بهمني علاجي بهمني نفسيه اولادي اضلهم انا يعني محتضني بالضبط محتضني يعني اعمل يعني، فمشان كنت اول ما اصحي شوي من المرض اني انا اعملهم الاشياء الزاكي اللي بيحبوها، فوت على المطبخ كذا امزح معهم يعني انه. وانت بتاخذي الكيماوي وانا باخذ الكيماوي وزوجك سمعتي انه متزوج فانا يعني عملت حالي ما يش خبر يعني انا بهمني زي ما حكيت لك، هي بالنهايه لازم ترتبي اولوياتك، تعرفي ايش المهم ايش المش مهم، بالنهايه الاشخاص بروحوا وبيجوا صحيح مزبوط صحيح، انت بالحياه مهم انا وانا شو اكون في النهايه وشو اشكل للي حوالي الناس اللي بيهموني وانا امام رب العالمين بالزبط. كمان رح اوقف بين ايديه يوم القيامه، يعني هو بالنهايه يعني كل وحده علاقتها بزوجها يعني لها خصوصيتها لها ظروفها، حتى ما نخوض باي تفاصيل وما نجرح اي حدا، يعني بالنهايه فتره وضع اسري مكركب اصلا من سابقا، فيعني ما ضاف شيء جديد، الامور صارت كلها على بعضها بخير يعني نعم. بالنهايه الامور يعني الانسان ساعات بيوصل لمحطه بيفتكرها هاي اسوأ محطه في حياته، بعدين يكتشف انها اروع محطه كانت يا في الله. حياته قديش شكلت له حافز وقديش اعطته دفعات وقديش يعني انا اللي على قصه الزواج ام اسيد احيانا الست ترى في المنام انه زوجها متزوج بجوز تضلها تعبانه نفسيا شهر زمان على هاي القصه، وهي شافت مجرد حلم وضلت تحقق وراه وكذا يعني موضوع الزواج عند الست طبعا من زوجها من امراه اخرى لحاله هذا يشكل بالزبط. لكن ام اسيد رغم كل هذا تجاوزت وقالت انا واولادي يعني بالزبط. انا بدي اصح واتجاوز المرض بالزبط. ما راح اسمح لاي شيء يكون علي مع المرض بالضبط يعني نعمي على يعني الناس بتبذل الاف الدنانير مشان تحصل طفل ولو بانابيب ولو بغيره، الحمد لله عندي 3 يعني اخسرهم صرتي تتذكري النعم اخسرهم يعني مشان والله موقف او مشان مشكله، لا يعني انه كل انسان بيقدم اللي هو بيقدر عليه بغض النظر يعني كل انسان يعني راح يحاسب على الشيء بيقدمه، لكن انا كان بهمني انه انا واولادي. طيب ام اسيد هلا ابنائك الكبار الاثنين مش معاكي؟ لا بتشوفيهم كل قد ايه؟ هو في عمان وانا بالزرع، فهم الله يرضى عنهم بيجوا كل نهايه اسبوع عندي. بتشوفيهم خميس وجمعه والسبت بيروحوا. شعري انك شبعتي منهم وانه مش زي لما يكونوا موجودين معك؟ لا طبعا هي كانت اصعب شيء بهذا الموضوع قضيه الاولاد، يعني قضيه الاولاد انهم يبعدوا عنك اسبوع يعني كانت كثير صعبه، يعني انا علاقتي مع الاولاد عملت زي ما امي رحمه الله عليها كانت تعمل، انه احنا اصحاب احنا يعني احنا هيك يعني مع بعض عارفه كيف، انا كل ما طلع معهم ما كان بقول لهم خلوني احس ان امكم شوي يعني صحبه كثير انا صحبه انا لاحظت ام اسيد مشاهدينا هلا كان ابنها عم يحكي معها طالع من امتحانه، فكان عم يحاكيها بالامتحان وبتفاصيل الامتحان، شعرت انه مش ابنك، شعرت انه يعني فعلا صديق. انا كنت كثير استفقدهم، وكونه يعني يجي ابني عندي زياره بعد ما كان بيحضني صعبه صحيح يعني يمكن هاي يمكن اصعب عليك من المرض بالضبط، هاي كانت يعني كثير
كثير قاسية، بس هو بالنهاية زي ما حكيت لك يعني قدر، قدر وراضية فيه. بالزبط. وعمر معاكي الصغير؟ عمر طبعا كان طفل صغير، يعني اجى معي هون روحت. خفف عنك شوي يعني. انا كنت يعني مش بقول احرم حالي من كلمة ماما اني اناديها في البيت. يعني هذا الشيء قديش اني انادي كلمة ماما واسمعها من ابني، يعني ما بقدر. فوجود عمر الله يخليه ويخلي اخوانه خفف عنك الموضوع. طيب هلا احنا ام اسيد، يعني بدنا نحكي باخر التفاصيل، خلينا نقول بعد الجرعة كم جرعة اخذتي كيماوي؟ 8 ثمان جرعات. ثمان جرعات كيماوي. بعدهم أشهر. كان وضعك بعدهم الحمد لله جسدي طبعا كان طبعا الشكل، يعني ما في حواجب، ما في رموش، ما في شعر. هذا بعد الجرعة الثامنة كنت في بيت الوالدة؟ لا كنت بعدي في برضو في بيت. أيوة بلشت بعديها العلاج الإشعاعي 35 جلسة، يعني أعطوها مضاعفة صارت 12 جلسة برضو تقريبا. صعبة هاي زي الكيماوي؟ هذه أخف شوي كانت. لا خفيفة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خفيفة. طيب بعدين العلاج الهرموني كان 5 سنوات، كان حبي كل يوم. بعدين اخذت اوبر لمده 2 سنين. كان جسمك يستجيب ويخبروك انه على جسمك عم بيستجيب؟ الحمد لله. كنت اعمل التحاليل يقول لي الحمد لله امورك طيبه، لكن يعني هذا كيماوي بترك اثار، يعني بترك سايد افكتس على الجسم ثقيله. يعني انت بتتجاوزي وكذا، بس انه الجسم في شيء يعني اكبر من قوه احتمالك. يعني بطلع هلا الحمد لله اموري تمام، بس مثلا في اشياء بتحس الجسم انه لا مش بذاك النشاط والحيوية اللي كان على ما كان عليه سابقا. لكن الحمد لله يعني الحمد بالنهاية لله. بتقولي ان الامور تمام. يعني احنا هلا بهذا الوقت بيكون شباب وظهره وراسه وبطنه صحيح صحيح ومشاكله كذا، فالحمد لله رب العالمين يعني انه اوكي الموضوع هلا الحمد لله. وانت شباب انت كمان يا ام اسيد. طيب هلا بعد ما خلصتي مرحلة العلاج والشفاء كان تحكي لنا مرحلة ما سمعتي او خبر انه الحمد لله انت زال منك المرض نهائيا، شو كان شعورك؟ دقيقه معنا ورح ننتقل. الحمد لله اول شيء يعني لما عملت اخر فحوصات وقال لي خلاص انه الحمد لله امورك هلا تمام وطيبه، ورح تصير تزورينا يعني كل 6 أشهر مره، بس تشيك كل سنه مره، أيوة نعمل ماموجرام كذا. فانا كثير انبسطت طبعا الحمد لله رب العالمين، وطبعا صرت شكر لله تعالى، جمعت الاولاد هيك وخبرتهم انه امور الحمد لله تمام هلا ماما، وامورنا تمام وفينا نكمل حياتنا ومش عارف ايش وكذا. شو كان شعورهم؟ كثير يعني الحمد لله انه ماما يعني هم الاولاد كان يعني ابني الكبير يحكي لي ماما انا يعني يكون عندي ماما ولو بعيد عني مش عايشة معي، بس لما أحتاجها أرفع وأسمع صوتها أحسن يكون إني أحكي الله يرحمها. هلأ بدنا تحكي لنا كيف بدأت حياة جديدة؟ بالضبط. هي يعني سبحان الله كان رجوعي إلى هون عن جد كان ميلاد لحياة جديدة، يعني صفحة وانتهت. بعد ما رتبنا أولوياتنا صار في معطيات جديدة في الحياة، صار لازم أعرف كيف أتعامل مع هاي المعطيات الجديدة، أستثمر الشيء الجيد منها، أحاول أعالج الشيء السلبي منها. بدك تواجهي؟ بدي أواجهه، ما بدي أهرب من أي شيء خلاص. يعني بعد تجربة المرض والسرطان صار عندي الجرأة أن أواجه أي موقف سلبي في حياتي. طالعة من معركة منتصرة، فالحمد لله رب تواجه بقية المعارك، يعني خلاص بضلش إشي يعني أن الأمور كنت شعر الحمد لله يعني في زمان، يعني أنا كنت ماسكة زمام الأمور الحمد لله كتير كويس. فالوالدة زي ما قلت لك كانت يعني رحمة الله عليها مدرسة في الأخلاق، في الصبر، في الحكمة، في خفة الدم، في الذكاء. فكانت يعني أم السيد واضح من بنتها والله الله يرضى عنك يا رب. فكان روحها كتير حلوة، والأجمل من ذلك أني يعني شعرت أن الحمد لله إذا كان ربنا يعني ابتلاني وأكرمني بهذا الابتلاء أنه فتح لي أبواب وأفاق تانية، فكان من أهم هاي الأبواب بر الوالدة. شكرك لرب العالمين بانه طلعك من هالابتلاء اللي كنت فيه، بدك تترجميه خلال من خلال خدمتك لوالدك. بالضبط. يعني هي كانت صح يعني مبتوره اجرها وكانت بقدم واحده، لكن والله اتمنى لو بقيت اظن تحت اجرها هاي اللي كانت تتعكز عليها، لانها فعلا كانت يعني رحمه الله عليها، يعني حتى في مرضها خفيفه، حتى في مرضها ما كانت يعني انها ثقيله او انها متطلبه شلوني حطوني ساووا لي، لا 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 يعني خفيفه حتى على خادمتها يعني. فكانت عن جد يعني تعلمت شيء جديد، وانا عندها كنت فعلا كل يوم اتعلم منها شيء جديد واتعلم منها طريقه في التعب، وقدرت تحتويني بشكل رائع. طبعا انت ام اسيد خلال هاي الفتره لسه ما كنت جسمك يعني لا لسه كنت يعني في ضعف، بتعاني من اثار يعني كان في ضعف لسه، يعني كنت لسه باخذ الاوبر، لسه كنت باخذ الهرمون هاي، كان طبعا لسه في اثار، يعني ما كان الجسم هالقوي كثير لكنه كويس، يعني انه عادي بتروحي بتيجي وبتطلعي وكذا،
لكن انه يعني كنت انتبه لحالي في شغلات وفي امور معينه. اها وبلشت بلش جسمك يرجع لطبيعته، الشعر يطلع وهيك. والوالده الله يرحمها كثير انبسطت يمكن لما شافتك عندها وبصحتك وعافيتك، حتى رجعت تتعاملني كاني بنت صغيره، تخاف علي تطلعي اشتجيش كذا، ضلت تحكي هذا عوض يمكن كثير شغلات عندها. ايوه وضلت تحكي لي انت توأم روحي، انت توأم روحي، يعني ضلك جنبي كذا، قدرت تحتوي اولادي بطريقه يعني الله يجزيها الخير رحمه الله عليها يعني رائعه جدا. عوضتهم كثير اشياء يمكن شافوها خلال كثير، يعني كان اي واحد يصير معه شغل يمكن يرفع التليفون عليه قبل ما يحكي معي شعري تيتا كذا تيتا كذا، يعني قدرت تحتوي عمر ابني الصغير بطريقه كمان رائعه، يعني سنتين هي تربي فيه وعلمت في شغلات يعني رائعه جدا، في يعني ربنا يجزيها عنا خير الجزاء ان شاء الله ان شاء الله تعالى. الله يرحمها يا رب ينور قبرها. آمين يا رب. سيد آمين يا رب. طيب الان الوالده انتقلت الى رحمته تعالى، تحكي لنا كمان عن هي قد كانت هي كانت صعب. يعني مرضها بلش بالاخر يزيد من السكري وصار معها تسمم في الدم، صار لازم تعمل بتر للاجر الثانيه، لكن جسمها ما بتحملش تعمل عمليه. فلا كان عمرها كان عمرها اخر الستين او السبعين، يعني مش كبيره، مش لا مش هرمي كبيره. لا لا الله يرحمها رحمه الله عليها. فبلشت كيف الاشي الشمعة بلشت تطفي شوي شوي حبيبتي رحمه الله عليها. انت قريبه منها كنتي وانا طبعا حضرتي طبعاً كل هال طبعا كنت ملازم لها بادق التفاصيل، عايشه معاها يعني. انا كنت اشتغل اول ما جيت هون اشتغلت معلمه انجليزي، بعدين تركت الشغل لما بلش مرضها يعني انه يصير حتى تضلي جنبها. انا الخادمه يعني ممكن تعاونها بامور ماديه تشيلها تحطها، لكن الامور النفسيه والقد على الاقل من باب رد الجميل يعني لها. يا الله فرحمه الله عليها كانت يعني دائما يعني اخر ايامها انه اولادك ديري بالك على صحتك، يعني كانت رحمه الله عليها كثير. طبعا فقدانها كان شيء يعني كثير صعب لانه هي كانت عملت لي ونس في البيت يعني وقريبة منك كتير كتير كتير، يعني أي إشي سري عندها بحكي لها ودائما كانت توجهني بطريقة راقية جدا. يعني دائما أي حدث يصير معي تربطني في الآخرة إنه إحنا قد إيه رح نعيش، يا الله قد إيش رح نقعد، أنت شو اللي بهمك، أنت بدك فلان يحكي أو فلان يحكي ولا بدك ربي يرضى. يا الله عرفي تعرفي ام اسيد فقد الام مصيبه أكيد. لكن الام لما بتكون مدرسه وبتكون زي ما بتحكي انت والله فقدها يكون مصيبه المصايب، وهي كانت باب الى الجنه ويعني يمكن تسكر هالباب لكنه اكيد اخذتي من وراها اجر كبير. الله يرحمها ام اسيد الان تعيش مع ابنها عمر وتتابع ابنائها الكبار. الله يا رب العالمين ان شاء الله يقر عينك فيهم يا رب. انت يا ام اسيد علمتينا اشياء كثير، لكن انا بدي يعني من خلال الكلام اكيد في رسائل كثير الناس يعني المشاهدين شافوها واستوعبوها، لكن احنا بدنا من ام اسيد الان توجه للمشاهدين والمشاهدات اللي في عندهم ابتلاءات في مصائب. يعني انا بدي اترك لك المجال تحكي اللي بدك اياه يا ام اسيد، لانه بعد حكيك والله ما في حكي. الله يرضى عنك يا رب. انا بدي اقول انه يعني بشكل عام انه الانسان يعني يحاول قد ما بيقدر يكون في معيه الله سبحانه وتعالى، لانه بالنهايه هي اقدار الله رح تمشي علينا شئنا ام ابينا. فنتعامل مع الله سبحانه وتعالى بادب، ومش بس في قبول، قبول ما بكفي، لازم يكون في رضا. يعني انا احب الوضع اللي انا الجديد اللي انا صرت فيه، ولو في سلبيات كثير ولو في يعني كان تعب وفي الام، لكن اذا انا حبيته ربنا رح يورجيني الجانب الايجابي اللي موجود فيه، هو موجود فيه اكيد. بشغلة تانية يعني بالنسبة لموضوع المرض والسرطان، يعني ربنا يشافي الجميع، لكن كتير مهم انه الستات يعمل موضوع التوعية الكشف الدوري. شغلة التالتة الناس اللي فعلا ربنا ابتلاهم بهذا المرض لازم يعرفوا انه الخلية السرطانية ممكن بكل سهولة تقتل خلية حية تانية عادي، لكنها لا يمكن تقتل خلية ايمانية في داخلك، لا يمكن. فاذا كانت هاي الخلية الايمانية انت عم بتغذيها صح وعم تشتغلي عليها صح، اكيد راح تنتصر على اي خليه سرطانيه، وحتى لو متي بهذا المرض انت منتصره، انت منتصره بثقتك بالله سبحانه وتعالى. واحنا منتصرين جدا يا ام اسيد، ان التقيناك وتعرفنا فيكي. الله يسعدك يا رب. والله يا ام اسيد انا يعني اشعر انه انا رب العالمين اكرمني باني تعرفت على سيده زي ام اسيد. انت افضل يعني واجهت مصاعب ومشاكل زوجيه، ربت ابنائها احسن تربيه، واجهت مرض وابتلاء،
برت بوالدتها وعندها إيمان وعندها صبر وعندها يعني والله الكلمات عن جد أنا دائما بعجز أوصف الناس أمثالك يا سيد، ويعني عن جد اليوم إحنا كتير مبسوطين إن التقيناكي. اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله انا متاكده انه احنا رح نلتقيكي وتكوني شيء كثير كبير الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تعالى ربنا يعينك. هالنماذج في حياتنا اللي ما بنعرفها الموجوده بين حيطان البيوت لكن احنا ما بنعرف عنها، احنا مصرين انه نظهر ونبرز مثل هاي النماذج وهدول الناس اللي بيستحقوا انه الكل يشاهدهم ويتابعهم ويسمعهم ويتعلم منهم. الله يطول عمرك. ام اسيد كل الشكر والتقدير والاحترام، ان شاء الله ربنا يتم عليك الصحه والعافيه ان شاء الله تعالى. يا رب هيك كمان نستضيفك عندنا بالاستوديو وتكوني ضيفة شرف عندنا. الله يخليك يا رب تسلمي. أم أسيد شكرا لك ويدوم بيتك عامر ان شاء الله تعالى. يعني ان شاء الله يا رب تكون هاي اخر المصائب ان شاء الله تعالى. انا دائما بقول انه احنا يمكن بنظرتنا البشرية الضعيفة قد نرى انه هاي المصائب اشياء سلبية واشياء يمكن شر، لكن اكيد كل الخير فيها. أكيد. وهي رب العالمين اختار لنا الخير. الحمد لله رب العالمين. شكرا لك. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يطول عمرك. وانتم مشاهدينا الكرام من خلال هالتفاصيل اللي سمعناها اكيد التفاصيل كثيرة والحكاية كثيرة، لكن الشاطر واللي بيقدر يعني يتعلم من كل تفاصيل هالحكايات ويعرف شو رب العالمين بيبعث لنا رسائل لما بنشوف هدول الناس وبنسمعهم. ساعدنا مشاهدينا بصحبتكم وندعو الله عز وجل أن تطيب دائما أوقاتكم وأن تدوم بيوتكم ونفوسكم وديارنا بأمثال أم أسيد دائما عامرة في أمان الله.